السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بعد إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين كانت ردة فعل ميسي كالآتي، وقال للسلطات الصحية: نحن هنا منذ 3 أيام، لماذا لم تأتوا إلا بعد بداية المباراة وتريدون إخراج لاعبي الأرجنتين القادمين من إنجلترا؟ وهذه لحظة انسحاب ميسي ورفقائه إلى غرفة الملابس في الدقيقة 10 من المباراة. كما أن لاعب البرازيل نيمار كان كذلك مستغرب من هذا القرار، كانت ردة فعله هو وميسي الضحك كما تشاهدون في الصورة. إذن كان قرار صادم ونادر في كرة القدم.